طبعا حنا الشعب المغربي قاطبة هذا الشعب الأهبي، هذا الشعب الغيور على الوطن ديالو، ناشط فرحان بالمنتخب الوطني وتأهل المنتخب الوطني المونديال. حنا كنا والشعب المغربي كله كينتظر هذه الفرحة هذه بفارغ الصبر، والمغرب يستاهل هذه الفرحة والشعب المغربي يستاهل هذه الفرحة. المنتخب بالي اليوم الطوب تاع الطوب تاع الطوب، واخا هكاك خليلوفيز فيه شوية مع حكيم زياش وداك الشيء مهانية يبينوا لنا في كأس العالم، وهذا راه معايا من الكونغو، هاي مخدام من الكونغو شو. نحتفل اليوم بالمنتخب ديالنا حين تربح، وحنا فرحانين بزاف، والناس ديال اكادير كاملين خارجين، كنا فرحانين، كنا ما قصر المنتخب المغربي اخوكم من قطر، وتنورون بلادكم الثانيه ان شاء الله في كاس العالم شهر 11 ان شاء الله. اسود 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 الاطلس صغير، اسود الاطلس صغير يستاهل. تفرجتي في الماتش؟ نعم تفرجت، كلهم لعبوا زوين، كلهم ما قصروا. كنبغي نشكروا بزاف المنتخب الوطني، فرحنا بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في الدوحه في قطر ان شاء الله. وتحيه للمغرب وتحيه لولاد بن سرقاو.